اليوم نحن مع النجم المتألق والفتى الموهوب والمقاتل المخضرم عبقري المواي تاي تاون شاي من مواليد 1999. خاض 163 نزالا، فاز في 130 وله 31 هزيمة. بدأ في تعلم المواي تاي وهو ابن 7 سنوات، وما إن وصل إلى 14 سنة سافر لبنكوك حيث هناك استاد لامبيني، يتميز بلعبه بهدوئه الشديد وكذا بابتسامة التي لا تفارقه. بطل للعالم في المواي تاي لوزن الريشة، وتوج سنة 2012 كأفضل ملاكم تايلاندي في وزنه، كما أصبح اسما مألوفا في عالم المواي تاي في سن 21 سنة. أما عندما بلغ 23 سنة بصم بصمته وأثبت جدارته ليصبح نجما ساطعا متألقا، فهو يمتلك ترسانة هجومية كأسلحة يقضي بها على خصومه، ويستخدم اللكمات والضربات بالمرفقين وركلات الدفع الأمامية والخلفية والتي من المستحيل إيقافها. فركلات الدفع الأمامية عنده غالبا ما تسبب لخصومه أضرارا حقيقية، خاصة إذا أصابت نصف الجسد العلوي وتحديدا منطقة البطن. فركلات الدفع هذه إذا استعملها للتوقيف أو البلوك فإنها تبقي خصومه بعيدين على مسافة أطول وتجبرهم على ارتكاب الأخطاء، وأثناء محاولتهم الهجوم يتركون ثغرات دفاعية فينقض تاون شاي لتوجيه ضربات أخرى مدمرة. فهو على حسب، ممكن أن يرفع من وثيرة القتال والضغط من أجل إنهاك الخصم، لأنه يمتلك لياقة بدنية عالية وقدرة مذهلة على التحمل، ويستطيع أن يستفيد من مخزون طاقته الخارقة إذا استمر القتال إلى جولات متعددة. حقا إنه إعصار وآلة فتاكة مدمرة، قوي وسريع لا يرحم، ماكر يعتمد على المراوغات والمناورات لإبقاء خصومه مشتتين، وغالبا ما يحبط بأسلوب الدفاع الفريد محاولات خصومه العدوانيين ويجبرهم على ارتكاب أخطاء لم يكونوا ليرتكبوها ضد منافسين آخرين، كما أنه أعصر ضرباته محسوبة ودقيقة ويعد أصعب سترايكر، كما أنه على قمة تصنيف المقاتلين اللامعين يلعب مواي تاي وكيك بوكسين وإميمي. سنة 2021 وقع عقده مع شركة وان التي مقرها بسنغافورة، وهي تنظم نزالات في المواي تاي والكيك بوكسين والإميمي. وتاون شاي عادة عند فوزه في النزالات يقوم بالحركة اللولبية بالرجل الطائرة، وهي عنده نوع من الاحتفالية التي ينفرد بها. وأخيرا، تاون شاي دائما حريص على انتزاع الألقاب، نتمنى له مزيدا من العطاء والنجاح في مسيرته ومشواره الرياضي. فضلا لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب ليصلكم منا كل جديد. أعزائي المتابعين، أترككم مع مقتطفات من نزالاته.
دمتم في أمان الله.